جمع الخريجين. مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية على ما يلي: أولاً، خريج الكلية الفنية العسكرية الدفعة 49 فنية عسكرية دفعة الفريق أول محمود شاكر عبد المنعم في رتبة الملازم أول تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتباراً من 30/6/2012. ثانياً، منح أوائل خريج الدفعة المذكورة من مصر والبعثات العربية نقط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديراً لأدائهم واجباتهم بتفانٍ وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية. ملازم أول تحت الاختبار محمد نجيب حسين عبد الرازق. ملازم أول تحت الاختبار أحمد عبد الراضي عكاشة محمد النادي. ملازم أول تحت الاختبار أنور السيد أنور حشيش. من جمهورية السودان محمد عبد الله إبراهيم العجب. من مملكة البحرين محمد فؤاد إبداح سرور جوهر. وتنفيذا للأوامر الصادرة في أكتوبر من عام 1957 بدأ العمل على إنشاء الكلية العسكرية للعلوم، وكان مقرها قصر عبد الرحيم صبي بمنطقة الدقي. وتحدد الغرض من إنشائها بتخريج ما يحتاجه الجيش من المهندسين المتخصصين في مجالات نظم التسليح، وتحددت مراحل الدراسة والبدء في قبول الطلبة في 7 من نوفمبر من عام 1958. في 7 من سبتمبر أيلول عام 1959 تم تعديل اسم الكلية ليصبح الكلية الفنية العسكرية، ونقلت إلى مقرها الحالي بكبري القبة في 13 من أغسطس من عام 1960. تمثلت الأقسام العلمية التخصصية عند نشأة الكلية في قسمين تعليميين تمت زيادتهم لعدد من التخصصات الهندسية الدقيقة لاستيفاء احتياجات القوات المسلحة، والأقسام تنبثق من 5 شعب علمية رئيسية. وقد سعت الكلية الريادة في إنشاء التخصصات الهندسية الدقيقة، وكان قسم الحاسب الآلي بالكلية الأول من نوعه في جميع كليات الهندسة بمصر. وقد تحقق لهذه التخصصات نهضة شاملة وتطويراً مستمراً في التجهيز المعملي والإمداد الدائم بالمعامل الجديدة لكل ما يصل إليه العلم في هذه المجالات الهندسية المتنوعة. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد.
يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، أوامر قادتي، ومحافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أزوق الموت، والله على ما أقول شهيد. عسكرية عيال عسكرية جنبان سلام. كلمة مدير الكلية الفنية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. السادة الحضور، هذا يوم مجيد من أيام الكلية الفنية العسكرية، يوم تسود فيه الفرحة وينبعث فيه الأمل وتنطلق فيه الإرادة وتتجلى فيه آيات العزة والفخار، يوم مشهود تقدم فيه الكلية الفنية العسكرية إلى قواتنا المسلحة الباسلة كوكبة من أبر أبنائها وأشرف رجالها وخيرة أجنادها، هم خريج الدفعة 49، دفعة الفريق أول طيار محمود شاكر عبد المنعم، مركزي والعلمي على أعلى وأرقى المستويات العالمية، وأثبتوا جدارتهم لينالوا شرف الانضمام إلى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة كضباط مهندسين في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والعسكرية، وليمثلوا دماء جديدة تضخ وتدفق في شرايين القوات المسلحة، وشعارهم دائماً الإيمان، العلم، العمل. سيادة الرئيس، إن يخرج من سمعة طيبة ومستوى مرموق ومكانة بارزة ومقدرة متميزة على تفهم الظواهر العلمية والهندسية وملاحقة التطورات التقنية السريعة التي تجتاح العالم الآن، يرتكن إلى تطبيق معايير دقيقة للجوانب النفسية والبدنية والعلمية في عملية انتقاء هؤلاء الشباب، كما إنه نتاج لعمل متواصل وجهد خلاق ودراسة واعية متعمقة على مدى 5 سنوات كاملة. ويتولى العملية التعليمية صفة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، تبنت القيادة العامة للقوات المسلحة عملية تأهيلهم في أرقى المعاهد العالمية في كافة التخصصات الهندسية الدقيقة، وأصبحوا يمثلون رصيداً هائلاً من المعلومات التقنية والخبرات الهندسية والقدرات التعليمية، وأصبحت الكلية محط أنظار العالم وقبلة لطالب العلم الهندسي العسكري، وقد شجع ذلك الكثيرين من أبناء الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة على الالتحاق بالكلية كدارسين في مرحلة البكالوريوس أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. أبناء الخريجين، يسعدني ويسعد جميع العاملين بالكلية أن نتقدم لكم جميعاً ولأسركم بأجمل التهاني بمناسبة تخرجكم اليوم ضباطاً مهندسين تتحملون أمانة المسؤولية وتسهرون على حماية تراب هذا الوطن ومقدساته. عليكم أن تتضمنوا الاستمرار على كل جديد، وأن تتفاعلوا مع إبداعات العقل البشري، وأن تساهموا في تطبيق التقنيات المتقدمة والابتكارات الحديثة. كونوا مثالاً للوفاء والإخلاص لوطنكم، ونموذجاً للولاء والطاعة لرؤسائكم، وقدوة للبذل والعطاء لجنودكم. أوصيكم أن تكونوا أوفياء بالعهد والقسم بالمحافظة على معداتكم وأسلحتكم، وتدفعون مسيرة البحث والتطوير لمعدات القوات المسلحة. تواصلوا مع أساتذتكم، أقيموا جسوراً ممتدة وقنوات مفتوحة،
تتلقون من خلالها المشورة وتتبادلون الأفكار والخبرات لكي تبقى قواتنا المسلحة قوية قادرة مستعدة دائما على المحافظة على أمن وسلامة الوطن. سيادة الرئيس، إن أبناءكم الخريجين من هذه الدفعة يعاهدون الله ويعاهدونكم بأن يبذلوا كل غال ونفيس وأن يقدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن، لتبقى رايات العزة والكرامة ترفرف على كل شبر من ثراه عالم قوية مهابة ودامت مصر حرة أبية.